مصطفى الدكتور كان سؤال في الحديث. ها؟ يعني ايه لما العلماء يقولوا رواية ها؟ لما يقولوا رواية فلان عن فلان أوثق من روايته عن علان. يعني ايه؟ يعني ايه روايته عن شخص معين دي أفضل من روايته عن شخص ده؟ يعني في شيخ راوي مثلا ممكن يكون كان في بلدة وهو مسافر، فالتقى بمشايخ أهل البلدة ومسافر مهموم وغريب مش عارف يتقن، لكن في مشايخ له في بلدته يتحدث عنه في وقت راحته ووقت هدوئه، فحديثه في أهل بلدته أقوى من حديثه في البلدة التي هي الأخرى. أو يكون كان عاقلا، يعني كان عقله رشيد في بلدة ولما ذهب إلى بلدة أخرى اختلط فأصبح من اختلاطه يخرف. زي عبد الله بن لهيعة مثلا؟ كثير جدا. السلام عليكم.